وزيرة الخارجية صلاح، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، قالت أن هذه الخطوة من السابق لأوانها، وأن هناك عديد الخطوات قبل أن يتم اللجوء إلى الخطوات القانونية، على حد وصف الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية التي هددت بالإجراءات القانونية. كلا الطرفين يحاول أن يحاجج بأن له المشروعية في القرار. لندن أو ويستمينستر أو حكومة بوريس جونسون ترى أنه دفاعا عن سيادتها لابد لها أن تقوم باتخاذ إجراءات تواكب حزب الوحدوي الديمقراطي الذي يفرض شروط، وهو كذلك جزء من الائتلاف الحكومي في إيرلندا الشمالي، هذا الائتلاف الذي لا يزال يعاني من كثير بسبب الخلافات القائمة داخليا من بينها بروتوكول إيرلندا الشمالي. وبالتالي تطالب لندن من بروكسل بأن تعطيها جزء من الليونة لكي تستطيع أن تحافظ على توافق سياسي في بيلفاست. بروكسل ترى أن تتهم لندن بأنها تحاول التنصل من بروتوكول إيرلندا الشمالي الموقع عام 2019، وأنه هذا التنصل من جانب واحد بحسب الاتهام من طرف المفوضية الأوروبية سيجعل المملكة المتحدة أمام محكمة العدل الأوروبية، لكن البريطانيون يقولون أنهم لم يعودوا تحت طائلة محكمة العدل الأوروبية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هناك إشكالية عندما تقوم بريطانيا بوضع حدود صارمة مع إيرلندا الشمالية والتي تعتبر جزء من بريطانيا العظمى أو المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية كما توصف البلاد، يصبح هناك عائق، البضاعة تتحرك بحرية بين إيرلندا الشمالية وبين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يريد هذه البضاعة أن يتم مشاركة البيانات التجارية والرفع من الحواجز بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا. تراه بريطانيا أنه مس بسيادتها صلاح.